يلا يا مروح، يلا يلا سربي على نوبتك. ايه رانا نعرف نوبتي، غير شويه عليا ما تزربينيش. انا ديت تخاوي هلا نعم سيدي، هلا هلا الدوس اتريس جي جيت. ما يتسال شيء. شوف الى الطرح ربحتو منادى مشريو ولا المنادى، غير المهم الحمد لله اللي ما قلتي ليش شي تكشيطه. يلا 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 الله كي جيتك. يلا سربي 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 يلا سربي سربي. انت وانا انت وانا انت وانا في الديوان. طيب ربحتي ما يتسالك شيء. الزهر انا ما عندي شيء، ما كان الزهر ما عندي شيء في الكارطه. انا انت باين كتعرف غير الضامه، ولكن الضامه ما كنعرف ليهاش انا. اجي نلعبوا الخشيبات. لا لا الخشيبات انت عارف ما عنديش مع الحساب. ما عنديش مع الحساب، عندك غير مع الحساب ديال المصرف هو اللي كتبداي تزيريني عليها. راه انت انت مربوح الله يهديك. يلا نعاودوا طرح اخر. يلا 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 لطفي لطفي. وي فين غادي ولدي؟ غادي نقضي شي غرض مهم ونعاود نرجع. اجي غرض مهم بالبليزه ياك، ما انا ناوي تخرج من الدار. راه بعدا نشوف واش كاين هنا. هادشي عندك هنا اشنو ياك؟ ما مكشتنا غادي تبيع لنا حوايجنا في الجوطيه. هاي 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 حتى من الكرافطه ديالي لبسها ليا. اي تبارك الله، شنو عندك هنا في هاد الشنطه؟ قول لي شنو عندك في هاد الشنطه. هذه كتسمى الحقيبه الدبلوماسيه، لانه دابا ولدكم كما تعرفوا ولا كيتعامل مع اغلب السفارات والقنصليات. لا 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 الدري مسكين بدا كيدخل ويخرج في الهضره. داكشي اللي حقيبه دبلوماسيه؟ اولي شنطه الحوايج مسميه انت حقيبه دبلوماسيه؟ هذه حقيبه كبيره. غادي تقولوا لي ان الحقيبه الدبلوماسيه صغيره، ولكن انا عندي ملفات كثيره. تبارك الله على سيكو في عنان. قول لي شنو عندك في هذه الشنطه وانا غادي نخلي ضربك. انا غنقول لك. وات الاخرى؟ يلا هذا الملف ديال فرنسا. هانت شوفي فرنسا. هذا الملف ديال بنغلاديش. بنغلاديش. هذا الملف ديال روسيا، هذا ماشي مهم. روسيا. هذا الملف ديال جنوب افريقيا. هذا الملف ديال الولايات المتحده الامريكيه. هذا تبارك الله ماما كعطي الامريكان والفرنسيس وانا عطيني بنغلاديش وجنوب افريقيا. وزيد 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 وزيد. هي انا ودرنا مؤتمر هنايا ودابا خصك هادو شحال غير باش غتوكلهم. ها انت شوف شد ولدي، انا غير خلصوني وعليا بالحلوه والدجاج البلدي حمروا ليهم. الدجاج البلدي نظيره الله يرضى عليك نتفقوا من هنا. اشنو؟ اذا جاب الله شي تعويضات مهمه ما تنسينيش. ياك اخويا انت مسك عليك الله وخدام واللهم لك الحمد. انا اللي غير وليا انا الله يخليك. انا الراجل في هاد الدار وتخطي الفلوس خصك تسلميهم ليا انا، وانا اللي ندور معاك من بعد. ياك مريبيحه والله كل ما كنت كنصبر سنين هذيك وجمعت باكاجي وقشي وكنت مشيت شحال هذه. خساره خساره اللي ما درتيهاش هي خساره. براس انت حطيني على طويل. هذا ماشي مستوى دبلوماسي. مستوى كانك ماشي مستوى يا كابو المستاش. يا ابو المستاش انا ابو المستاش. انا حيد على طويل. لا لا حيد خليني نجيت لحاجه راس الله. حيد انا ما كنحجرش. جات جات خصني انت. هادشي راه ماشي دبلوماسي. شنو هذا؟ خليه اسمي لكم. انت كتشوفي بنتي الراجل اللي عطاني في بابي ديوان 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 عقلني. بابا لك على ماما اش درتي؟ والو بنيتي بطل ونزلت عليا للراس. والو ما درت لا بيدي ولا بالعود. خوك لطفي الله يكون منه ويرضي عليه قال لك غادي يبدا يتعامل مع الشفارات. قلنا شي باش ما كاين. قال لك الوالد غادي ملي غادي يعوضوني غادي نعطيك شي تقرطيبه. قالت لك هي بوحدها غادا تاخذ تعويضات. عرفتي اش في هاد الملفات؟ هادو ملفات، هادو مجرد ملفات فيهم مجموعة من الطلبات ديال ياك. هادشي اللي قلت لك شفتو على منا. نضمو النقاش الله يخليكم، واللي بغى ياخذ الكلمة يا فاسمعو. أنا كمل الأخ، خذ الميكرو عفاك. شكرا أخت. غير تكلم غير تكلم، راه الميكرو مزيان. شكرا. ولكن يا وليدي الله يرضى عليك قول غير الحق.
واللي كاين آنسة الرئيسة وأن السيد الوالد طارد الفريخ. تحية نضالية يحيى العدل. يا ربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سكوت كمل الأخ. بخلاف السيدة الوالدة اللي حفات لها المقشرة. يحيى العدل يحيى العدل. الحق يعلو ولا يعلى عليه. الله يرضى عليك. شوية هدوء الله يخليكم. خلي السيد يكمل. انطلع هذوك الملفات أنسة الرئيسة هما بالفعل غادي للسفارات، هما بالفعل غادي للقنصليات باش ناخذ التعويضات ديالك ديال الأتعاب ديالو وصبر ديال اللي قطع صبرت بالسفارات والقنصليات. كنطلب شويه ديال الهدوء. الله يخليك الرئيسة. الأنسة لبنى واحد نقطة نظام. هاد المتهم إذا ما غادرش هاد الجلسة أنا كنعلن الانسحاب ديالي. الأخ بربوح عندك إنذار غادي تكملوا باختصار. الله يخليك. الطلبات اللي هما داخل الملفات وجدتهم خصيصا. لاش ولدي لاش قول انا مامتك باش نشد الفيزا. الفيزا غير قلت ندفع لكاع السفارات والقنصليات. الله واسع يحل قلبهم ويعطوني الفيزا. والله عمك واش عمرك شتي شي عجل كان فيه الخير ويستغفر انت علاش نطوبنا مؤتمرات والقنصليات والسفارات روسيا فرنسا فين الدجاج اللي غنحمر انا البدي وفين هي الحلويات اللي غنصايبها. وانتم ما سمعتونيش انتم سبقتوا الاحداث وصافي. وكي غندير لكم انايا نظيره. اشنو نظرك في هذه النظريه؟ نظر نظيره هو نظركم يا حسين. حكم سيدنا الفروح وحرموه نظيره على المتهم لطفي ولد مربوح ونظيرة بالفلقة لقة والتنفيذ فوراً تضل فلسطينك أما منو وخا تجيب المحامي من كوبنهاغن. شوف وليدي لطفي ماما كي نظيرة غتريشك واحد تريشة ولكن بلا ما. اسمعوني عندي واحد الحل. كندخل عليكم بخنشة ديال السكر. شوف وخا دخل علينا بوزين ديال سنيدة الدخلة ديالك مرفوضة رفضا باتا. رديتي نضحكة مربوح بغيت تضحك علينا. انا ما عندي علاقه بهذا الشيء. انت قاش كتقول لنا الفيزا انا كتقول لنا الشنطه والسفارات والتعويضه انا انا اسمح لي يا الوالدة. الوالدة تولد من عينك ان شاء الله. الاخت قنصليه ديال طليان. هي قريبه من هنا دوز على يدك اليمين وتلقاها. قولي لي ما عرفتيش هاد اليومات واش مصعبين ولا مسهلين الفيزا. وانت اش كدير بالسلام؟ اش كندير؟ كنقلب على قنصليه طليان. لا زعما فاش خدام؟ خدمتي انا خدام في واحد الوزين ديال المشماش. قول لي يا شومور. ايوا بحال هكاك الاخت. وعرفتي شي نفعك؟ راه ما ينفعك وليدي غير الحريق. الوالد ديالك اش كيدير؟ وليد لا 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 الوالد ديالي ما نعولش عليه. وراه غادي غير تمحل راسك. قلت انا غير ندفع الاوراق وصافي. وانا جاتني واحد الفكره قلت مع راسي نصيفط واحد البريه للمراه ديال القنصل. فهمتي؟ على الله تحن ليا. عجب لك تصدق ولا ما تصدق؟ وها انت والا ما صدقتش سير امين تطلع لك للشمال او قلب لك على فلوكه. فلوكه؟ ايه ايوا نخليك على خير. لا باقي تابعيني بزاف ديال الفلايك. بسلامه الفلوكه. وسير انت وليدي الا شديتيها سيل ليا. الله يخليك اخويا. فين بقات المال؟ يلا دابا شويه بس سولني واحد على البنغلاديش. بنغلاديش؟ ايه لا بغيت نسولك انا على القنصليه ديال المان. دابا انت تتسول على السفاره ديال المانيا. ايه السفاره ديال المانيا. نعم سيدي غادي تحاول ترجع منين جيتي. غتمشي نيشان غتلقى واحد الرومبوا غتدخل بها على يدك اليمين. ديك الساعه سير تدروا غادي تلقى واحد المحطه ديال الطاكسيات. حاول تاخذ لك ديك الساعه واحد الطاكسي حمار غادي تقام عليك القضيه ديك 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم. واخا شكرا. ما كاين مشكل. طاكسي حمار ما كاين. هي صبت
الصوره وقتاش مشيت لهاد المسلسل. مزيان اللي مشات الصوره، نيت هاد المسلسل عيان ما فيهش حتى جمله مفيده. جمله مفيده؟ الجمله المفيده هي اللي في المسلسلات الهنديه اللي متبع ليها ياك. اه معلوم، الافلام الهنديه راه فيها اغاني جميله مزين. وانا عزيزين عليا الاغاني الهنديه. ميني كيتا ميني كيتا ميني كيتا هيلايلو هيلايلو. صافي بركه المدخله، شوف التلفازه مالها يلا. اخا لا لا روح المسلسل ما عرفت فين وصل. ممكن واقيلا غير الضو مشاو السلامه، ما كاينش شي شي عطاب ولا شي. هاي هاي ولكن بالاسف المسلسل تالا. يا لطيف على ظهرها انت. شوف انا بغيت نعرف محمود فين وصل. شكون محمود؟ محمود هو البطل هذا المسلسل. اه مسكين ومراته قريت العفه والاصل من الحلقه الاولى اهربت. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وخلات لي مسكين شي وليدات مربياه وجداته حيت هما كيش لي قبلهم ليه. الزغم والله لا تكرف سلاح ولا ولا، الله يكون في عوانه مسكين. مربوع اه ياك انا مراتك؟ معلوم مراتي. تخليني عند نمشي عند اختي السعديه نشوف باش سالا المسلسل، حيت الا ما عرفت شي ما غيدينيش معاه. والله ديك تمي غدا عند المراه وقت الغدا تقول لك هذه غير ما جات علق الميضه. واخا خليني نعيط لها غير في التليفون. اي ساهل سير عيط لها في التليفون، سولي على سولي على مسكين محمود كي صار الحال به. واه حنا هاد محمود الزغبي ما عرفناه كي صار الحال به. ناري على زهري حتى السعديه ما كايناش في دارها. ماما واش لطفي باقي ما جاش؟ مازال. او مازال ما جا؟ ويلي من الصباح مشي يدفع الفيزا باقي ما رجعش. صافي صافي هذا ما يكون غير معشي عند شي قنصل. عرفتي لقى اللي تهلا فيه والله حتى ضربها لنا بالنكره. مربوع اه عندك يكون الدري مدبر على راسه في شي سفاره بحال والو. عرفتي راه دبر على راسو اه ورجع مهم اه. غادي ينتقم من اللي ما كانش مهلي فيه. انا بعد الحمد لله كنت مهلي في وليدي لطفي. وقتاش اخويا كنتي مهلي فيه؟ ياك مسكين وقت ما طلب منك شي حاجه ما عنديش وتعاير من هنا. شحال مره اخويا دخلتي فيه بروسيه؟ بروسيه؟ انا عمري دخلتي لا بالروسيه ولا بالسبليونيه. الله يهديك ياك. انا وليدي لطفي الله يرضى عليه ويكون منه والله يذكره بخير، ما كانش كيدخل الكوزينه ديال كيلقاها مكشفه. ما كنعتقو غير انا، ياك انا اللي كنعطي باش يشري صواصي الصو. صواصي الصو؟ داك الدري باش عايش غير بصواصي الصو. صافي اسمعي يا سيدي يا ربي، الله ياخذ الحق في اللي كان ظالم ولدي لطفي. اللهم امين. امين يا ربي، الله ياخذ الحق في اللي جعل ولدي لطفي يخرج يقلب على الفيزا. اللهم امين. الله يجعل ولدي لطفي كل خطوه سلامه. امين امين يا ربي، عاون ولدي لطفي وبارك بارك يا ربي. انا خذ بيد ولدي لطفي. انا يا ربي يا وخليني حتى انا ندعي شي دعوه. انت راه انا ولدي واش والداه بوحدك؟ صافي دعي بابا من دعوات الصميم. يلا انا غادي نلاقيها ليه مسوقره. يا ربي اللهم يا ربي لا تعيق طريق ابني. امين. الى الفيزا. امين. وابعد عنه الحراقه. امين يا رب العالمين. اقول قولي هذا واشكركم جزيل الشكر على حسن تتبعكم، والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. Thank you.
شنو نظرك في هذه النظريه؟ انت عارف نظر نظيره هو نظرك، ولكن الدري صغير مازال ما قادش على المسؤوليه، وزيدون غنبقى في هذا الدار غير انا ويا كلنا. لا لا خليه يمشي يعتمد على نفسه، وخصو يولي راجل. اش نقول لك، والله العظيم ما بقيت عارفه. شكون بلات مالك لطفي؟ مالك؟ غادي نموت، سخفت. وزيد زيد بعدا فوز الدار وسخف. زيد سخف هنا، ادخل. بغيت نسخف هنا. هنا ماما. ماما بابا. ماما اش كاينه هاد الصداع؟ شنو طاري؟ راه حليت الباب لطفي هو يسخف عليا. سخف لطفي، سخف لطفي. ولدي اجي ولدي تقعد. لاباس عليك ولدي، لاباس عليك. ياك ما مات ويلي برا ولاباس عليه. لا 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 مازال حي، ما تخافوش مازال حي بالعفريت الاخر، مازال عمره طويل. لبنى الله يرضي عليك، بصيله شويه زيت العود يلاه شري. نجيب المحسن نرشو به. اجي اجي اجي، ما تجيبي لا بصله ولا زيت العود ولا ما انا عارف عندي الدواء ديالو. ربي يقاوك. عندي الدواء سبيسيال ديالو. ياه ولا كيفك؟ الله يلطيف. راح راح طلعاقة. الله يلطيف. ايوا هذا فيزا ديال الصح.